ضربت عواصف قوية شمال شرق الولايات المتحدة متسببة بهطول أمطار غزيرة وكميات كبيرة من الثلوج، حيث تلقت أجزاء من نيو إنجلاند أكثر من قدم من الثلوج، وصدرت تحذيرات من الفيضانات وتحذيرات من الرياح في أجزاء من نيويورك ونيو جيرسي، حيث أدت مياه الفيضان إلى توقف حركة المرور في بعض أجزاء منطقة الولايات الثلاثة. هذا وتسببت عاصفة قوية في جنوب شرق البرازيل في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، معظمهم في المنطقة الجبلية والشمالية من ولاية ريو دي جانيرو، حيث تسببت الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة في إحداث دمار في العديد من المدن البرازيلية وسقوط الأشجار وتعطيل البنية التحتية وانهيارات أرضية وتدمير منازل. وتبقى السلطات في ريو في حالة تأهب حتى تبتعد الجبهة الباردة عن الولاية. هذا وتشهد جنوب السودان موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. الأرصاد كانت قد أصدرت تحذيرات مبكرة من أن شهر مارس سيأتي بدرجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي، خاصة في الأجزاء الشمالية من البلاد. وللتغلب على الحرارة في شهر رمضان يفضل الناس شرب الماء أكثر من تناول الطعام عند الإفطار.